حقوقها أولية هاي قف كإذا سنه سلو دقة يقضب كتضب إلى أثناد إذا استور كقرن كجمهورية سومال لهن عشرية حقوق قف كإذا سنها أولية هاي وحنا كبلا مسا إسلام مرك لقبته أي كبلا ما يحقوش وإن مرك سالو قبته قف كإذا سنها لو قبته وارا شرعية أفر قف كإذا سنه حق أولية هاي إن محو هاي دعوتي سلادتشيو شو كله حق الله يقف كاسي إن أنا تورتر اللي بسمين كري تردل هديدات يقصب لجها الشين كري وانت هاي كري غان أدبل معصنت هاي إن أنت هسمر خلينا نكون معضلة إن قف كا إذا سنة هاي شو كم حقوق لي بحقوق نوع ما بيان لي وسؤال أدم هي ما خدير إن إذا سنة ها مركين كه هذا نقف إذا سنة ها حقوقها أولية هاي قف كإذا سنه سلو دقة يقضب كتضب إلى أثناد إذا استور كقرن كجمهورية سومال لهن عشرية حقوق قف كإذا سنها أولية هاي حقوقها أولية هاي قف كإذا سنه قف كإذا سنه أولية حقوق فرضان أولية وحنا كبلا مسا إسلام مركز لقبته أي كبلا ما يحقوش وإن مركز سالو قبته قف كإذا سنها لو قبته وارن شرعية waran sharciya waa lagu qabta inkastoo marxaladaha qaar ay imanayso inaan logo san kariin waran sharciya laakiin xaq wuxuu leeyahay in waran sharciya loo qaato laba in muxuu ahaay loo sheego dambiga lagu haysto oo la yiraahdo qofkii waxaad ku eedaysantay dambiga noocaya noocaas ah waxa ku haysta cidda noocaya noocaas ah saddex in qofka eedaysanaha uu qareen loo qabto أما وقبصدو هادو قبصن كرنا أسا قرين قبصن إياه هادانو قرين قبصن كرنا وحاو قبصن إسا الدولادة والدولادة أي واجب كي يتهاي إنه قرين قباطو أفر قفك إلا سنو حق اللي إياهي إن محو هاي دعوه دي سلادة تشيو وإنت مدودة شرعي وقل إياهي محكمة لقهر كيو ما هاي لايسك هايو ومحو هاي قرن لغو هايو ومحو هاي معلمو وحق اللي إياهي إن مدودة شرعي وقل إياهي الله يو كتبنا محكمة سوق الحساب ضان له لهر جيو ومحكمة ضا هدي للدون يلا محو هاي لقصور مان كريستو لكن إن محكمة أما قرصورة شرعية لهر جيو سوق لو حق لي هاي إن دعوة دي سا وهل كيس صوب وخن كران قف كير سنها وهل كيس لو كل مكره إن مال لو حرام محو هاي مال محو هاي سكيورة أو عاف ما ذهاني يمدام هان بضغطها مركن لي هاي قب سكيورة waxaan u jeedaa xabsi sharci ah waan qol lagu haysan ama meel kale laakiin lagu haya xarun sharci ah oo muxuu ahaay salig ama xarun karo sharci ah sidoo kale wuxuu xaq u leeyahay qofkaasi inaan torture lagu sameyn kari jirdil hadidaad iyo qasab laga hadalsiin kari waayo qofka eedaysan xaq buu leeyahay inuu yiraahdo ma hadlayo ilaa intuu qareenkaagu imanayo marka muxuu ahaay wa xuquuq u leeyahay qofka eedaysanaya dhammaan xuquuqaha iyo xuquuq kale badan oo dhalan doona marxaladaha kala duwan marxaladda dacwada dhageysiga marxaladda xukunka ilaa marka xabsiga la geeyo qofka eedaysanaya xuquuq u leeyahay laakiin xuquuqaha hordhaca ee qofka eedaysanaya u leeyahay intaan dambi lagu helin sidoo kale qofka eedaysanaya waa dambiile ilaa maxkamad sharci أما قرصورة وكل أيوه ومحو هاي وكل حكم أيوه حكم كما تنبيسه ومحو نغانا يا محو هاي دمبيل ونغانا يا